هل تم اختيار كنزة مورسلي كشكل؟ وين؟ سواء ستار أكاديمي أو في ألحان الشباب وحتى في الأعمال الفنية اللي قمت بها أو كمضمون؟ وأكيد الشكل مهم في الوقت اللي رانا فيه، رانا في عصر الصورة. لكن اختياري في برنامج سواء ألحان الشباب ولا في ستار أكاديمي أكيد جاء على المضمون، يعني مش على الشكل، لأنه الشكل وحده ما تقدر تدير به والو، يعني صح مهم الشكل. يعني أنت خيروا بين المضمون والشكل؟ مزيج من مضمون وشكل. أكيد يعني ما نقدروش نلغي جانب عن الآخر، الاثنين مهمين.